بالمناسبة أنا بدي أول شيء وجه التحية إلى مراجعنا العظام، كل المراجع أينما كانوا على وجه الأرض، المراجع الحاليين واللي بيجي من بعدهم إن شاء الله، ربنا عز وجل يقويهم ويحقق على أيديهم الكريمة، يحقق للمسلمين كل خير. أنا أناشد السادة المراجع أن يعيدوا النظر بالتحقيق في مسألة الظلم في البيوت. صلوا على النبي واعطوني سمعكم. اللهم صل على محمد. عندنا مسألة على ذكر هون اللي قلت أنا الآن طلاق الحاكم. عندنا مسألة بالشرع إذا الرجل ظلم زوجته وما بده يطلقها، الحاكم الشرعي هو بيطلقها. المقصود بالحاكم الشرعي العالم اللي بلغ رتبة الاجتهاد، كل عالم ديني مين ما كان يكون وين ما كان، مش ضروري مرجع، أي عالم ديني بلغ رتبة الاجتهاد اسمه بالشرع عندنا الحاكم الشرعي، له صلاحيات. من ضمن هذه الصلاحيات موضوع طلاق الحاكم الشرعي. شو هو طلاق الحاكم الشرعي؟ طلاق الحاكم الشرعي إذا كانت المرأة هي اللي ظالمة للرجل، بتصير مرأة ظالمة ورجل مظلوم، هذا مش بحاجة لا لحاكم شرعي ولا لحاكم غير شرعي، الطلاق بإيده، يروح يطلقها وانتهى الأمر، مدام هي ظالمة طلقت شو بده فيها. على فكرة عندنا حديث بيقول انه في مجموعة من الناس ربنا ما بيستجيب لهم، اذا دعوه ما برد عليهم، من جملتهم الرجل اذا دعا على زوجته، اذا الرجل دعا على زوجته الله ما برد عليه، بيقول له طيب ما الحل بايدك انت، انا اعطيك حل من لما تجوزت وهو الطلاق، انا بتدعي عليها ليش؟ روح طلقها ما دام بتدعي عليها ما بدكش تعيش معاها، شو بدك فيها حابسها؟ طلقها. هذا اذا كان الرجل هو المظلوم. اما اذا كان الرجل هو الظالم، طيب المرأة كان بإيدها حل يوم الزواج، يوم كتب الكتاب كان ممكن يكون بإيدها الحل انه تاخذ التوكيل من عريسها بالطلاق في حالات محددة او حتى مطلقا، وتطلق وتطلق لما بصير في ظلم. وهذا لأن شرحته موسعا الأسبوع الماضي. لكن مجتمعنا الأعوج، نحن مجتمعنا ألوأ، مجتمعنا الأعوج وعقله الألوأ ما بيقبل. يقول لك شو أنا مش رجال، قلت أنا الأسبوع الماضي إنه اللي بيقول لي هيك بقول له نعم أنت مش رجال، لو كنت رجال بتعطيها الوكيل وما تخليهاش تستعملها. كان بيدها الحل لأنه مجتمعنا غلط، مبني غلط، ما بيستعمل هالحل، لا البنت تطلب ولا بتعرف أحيانا ولا الأهل بيطلبوا وبيعرفوا. أنا صار لي 50 سنة بهالبلد وشهر بحكي بهالمسألة، يقول يا ناس خذوا وكالات من العرسان للبنات، احموا بناتكم، ما اللي عنده شر وما بده يعطي، ما بده يقبل انه ابنه يعطي الوكيل لكنته، ما عنده بنت وجاي صهر. مع الاسف نحن دائما نفكر انانيين، نفكر بمصلحتنا من جهه واحده وما بنفكر بمصالح الاخرين، نعتبر بناتنا بنات لهم حق بس بنات الاخرين ما لهم حق، وهذا غلط على اي حال. بهالحاله هذه لما البنت ما عندها الحل ضاع الحل عليها بالعقد وظلمت، زوجها ظلمها، تتشكى لأهله، تتشكى للقرايب، تتشكى للأصحاب، تتشكى للجيران، تتشكى للعالم الديني، كل يتون ما بيعملوا شيء، يكون واحد راكب راسه وعقله من جوا مثل الحيط ما بده يتسمع. شو بنعمل معه؟ أنا بقول بالصراحة وبالواضح، أنا لو كنت صاحب دولة، لو كان لي سلطة بالدولة
كنت بعمل حبس لهذا الصنف من البشر. هو الصنف من الناس بعمل لهم حبس، كل واحد بيظلم مرته بقول له تفضل عود بالحبس حتى تصبح مؤهل انك تكون رجل بيت. بس تصير اهل تكون رجل بيت، اهلا وسهلا فيك، بنطلعك من الحبس. ما دام مش اهل خليك قاعد بالحبس. كنت هيك بعمل. لكن شانس الناس انه انا مش حاكم، ولا عندي بوليس ولا عندي جيش ولا عندي حبس. الشرع بيقول انه الحاكم الشرعي له حق يطلق. اي مرأة بتجي يثبت عليها انها مظلومة، الحاكم الشرعي عنده الصلاحية انه يطلق. انا عندي هذه الصلاحية من عدة جهات، من 50 سنة الصلاحية عندي، ولكن استعملتها 3 مرات خلال 50 سنة فقط. 3 مرات اجريت طلاق الحاكم. السبب اني بدي اتناقر مع الناس، ما بدي اختلف معك، ما بدي اعمل مشاكل. والحالات اللي اجريت فيها الطلاق كانت حالات مستوية على الاخر، يعني ما عادش في مجال. واحدهم مثلا، مش راح تعرفوه نهائيا، احدهم كان مزوج هون، ترك مرته هون وراح للهند، سكن بالهند. طيب خليه يروح يبلط البحر بالهند، شو بسوي له يعني؟ طلقت. وهكذا حالات من هذا النوع عملتها، بس ما في يعملها مع كل الناس. انا اذا بدي استخدم الصلاحيات عندي، يمكن نسبة 10-15-20% من البيوت انا اطلقهم، بس ما بدي اعمل مشاكل مع الناس. الان بهالمسألة هذه، هذا شرح المرض، هذا مرض موجود. شو العلاج؟ يقول الفقهاء، المراجع كلهم بيقولوا، يقول الفقهاء إذا ثبت أن المرأة مظلومة، وبالروايات عندنا موجود كان، إنه مثل، إذا كان بطل يصرف عليها، ما بده يطلقها ولا بده يعيش معاه ويصرف عليها، ساعتها إنه الحاكم الشرعي بيطلقها. طيب أنا بقول للسادة المراجع وللعلماء الأفاضل وللمجتهدين، بقولن يا عالم يا علماء، ما هذا التمثيل إنه كأن لا يصرف عليها، هذا مجرد مثل مصداق من مصاديق الظلم، هذا نوع من أنواع الظلم. أنا برأيي في ظلم أكبر من هيك، من الصرف، لأنه هذه ممكن هو يبطل يصرف عليها وأهلها يعطوها يصرف عليها، ما عنده مشكلة ساعتها بالأكل والشرب. ممكن هي تشتغل وتطلع مصاري ومش بحاجة له، بس يعني بتبقى معلقة كل للأبد. ما في عندنا شيء آخر، وهو أنه هذه بني آدم من حقها أن يكون عندها زوج، من حقها أن تعيش حياة طبيعية مع زوج، مع رجل، مع بشر، مع رجال. مش من حقها بس أن تأكل وتشرب، الأكل والشرب مش كل شيء. الظلم اللي يحصل من الامتناع الزوج عن زوجته، بعده عنها، من حيث العلاقات، علاقات الرجل والمرأة، مليون مرة أصعب من موضوع الصرف. لأنه مثل ما قلت، الصرف بيلتقى بديل. إذا الرجال ما بده يصرف، ممكن بيها، ممكن خيها، ممكن ابنها، ممكن أي إنسان يصرف عليها. ممكن هي تشتغل تصرف على حالها، ممكن تشحد بالشارع وتصرف على حالها. ولكن إذا كانت هالمرأة بدها رجال، ما بتقدر تعيش بلا رجل، وهو تاركها بقول انا عم بصرف عليها، بيبعث لها كل شهر 5000 دولار خليها تعيش مبسوطه، بقول انا عم بقوم بواجباتي، اي واجبات عم تقوم فيها؟ بكل اسف هالمساله هذه المساله فقهيه مش موسع فيها بالفقه في حوزاتنا. انا عم بحكي، وبكره من الصبح الكلام راح يطلع على الهواء بالفيسبوك وبالواتساب، بكل وسائل التواصل راح يطلع. الآن اللي عم بيتابعوني على الفيسبوك 1,000,000 شخص ما بين لبنان وغير بالعالم كله، هو كلهم راح يسمعوا هالكلام، فيهم علماء وأفاضل عم يسمعوا هالكلام. أنا بنشدهم من الآن، بقول لهم عيدوا النظر بهالمسألة. الظلم لا ينحصر بالامتناع عن الصرف، الامتناع عن الصرف هذا ظلم، ولكن الامتناع عن معاشرة المرأة أيضا ظلم، بل هو ظلم أكبر يؤدي إلى الزنا. ففي بالتاريخ
مر حوادث كثيرة، مر حوادث مش حادث يعني كل 10 سنين حادث، لا، كل يوم ملايين الحوادث بتصير بسبب الظلم بالبيوت، العيش الغلط بالبيت، تلجأ المرأة للزنا. مرة تانية بقول أنا لا أبرر الزنا أبدا، بس أنا بقول إنه الدين لما لا يجد حل لمشاكل الناس هذا لا يعتبر دين، بصير تسلط. الدين وجد لخدمة الناس، مش الناس لخدمة الدين. الدين مش شيء مقدس لحاله هيك نحن لازم نعبده، لا، الدين هو قانون، ربنا وضع هذا القانون لحل مشاكل الناس، لخدمة المجتمع، لخدمة الناس. لذلك المفروض بالسادة العلماء يعيدوا النظر بهالمسألة ويوسعوا عنوان الظلم، بدل ما يكون الظلم خصوص الامتناع عن الصرف على المرأة فليكن الامتناع عن معاشرتها، الامتناع عن انه يمتنع عن اهانتها وضربها. ما الاهانة والضرب ايضا ما هذا الظلم، وحتى ربما يكون الاهانة بالكلمة اصعب كثير من 1000 قتلة. الشاعر العربي كان يقول جراحات السنان لها التئام ولا يلتام ما جرح اللسان. احيانا يعني اذا واحد ضربته بالسيف تجرحه وبينقهر منك وبيدعي عليك وبحاول يحاربك، لكن بعد شهر شهرين بطيب الجرح وبيجي لعندك بيقول لك اسمح لي، تسمح له وبتصيروا من احلى الاصحاب. لكن لما بيهينك وبيسبك وبيحكي كلام غير مناسب بتعود تقدر انت تقدر تعيش معه، بتقدر انك تستقبله، ولو استقبلته ما رح تنساه، مستحيل انت ان تنساه، رح تبقى كل العمر تقول فلان شتمني بيوم من الايام. لهذا كرر رجائي من مراجعنا ومن علمائنا إعادة النظر بهالمسألة وتوسيع دائرة الظلم، كما أنا شخصيا فعلا أنا أرى هيك، إنه الظلم ظلم، كأنه منع عن الصرف أو غير منع عن الصرف، الظلم ظلم، وأي امرأة تتعرض للظلم فليسمح للحاكم الشرعي بإيقاع طلاق الحاكم.